السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة جايين نتكلم عن معلومات عن التلقيح والإخصاب في الدواجن. ايه هو التلقيح؟ تمام، ايه هو الاخصاب في الدواجن؟ يعني ايه الكلام ده كله؟ وايه العوامل المؤثرة على خصوبة بيض التفريخ ان يكون في بذرة كده وتقدر ترقد وتطلع منه كتاكيت؟ معاد التلقيح، عمر القطيع، نسبة الذكور للاناث، العوامل الجوية والبيئية، تفاصيل كتيرة تتعلق بالتلقيح والاخصاب هتفيد كل مربي. كل مربي عنده طيور وعايز يطلع منهم طيور تانيين، سواء فراخ، بط، وز، حمام، اي نوع من انواع الطيور، لازم يبقى عنده المعلومات دي علشان ينجح المشروع بتاعه ويقدر يكتر الطيور من غير ما يصرف كتير، وفي نفس الوقت تبقى صحة الطيور كويسة وما فيهاش اي مشاكل. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. في الاول لازم نعرف ايه هو التلقيح. التلقيح في الدجاج او في الطيور انه طبعا بيتم بطريقتين، يعني ممكن يتم التلقيح بشكل طبيعي وممكن يكون التلقيح ده صناعي. الطيور الداجنة من الطيور اللي هي متعددة الزيجات، تمام، ده طبعا بتبقى ايه تلقيح صناعي غالبا، بس ساعات بتبقى ايه تلقيح طبيعي، تمام. طبعا بيصل الذكر لمرحلة النضج والنشاط الجنسي خلال عملية بيطلق عليها عملية الغزل، وطبعا ايه بيطلع كده للديك، بيبقى واضح عنده انه عضو ذكري تناسلي صغير، طبعا بيبقى فيه سائل لمفاوي بنسبة كبيرة. السائل اللمفاوي ده اللي بيساعده على ان هو ينتصب ويبقى فيه تلقيح، تمام. بتحدث عملية التزاوج طبيعيا بين الذكر والانثى، تمام. طبعا ممكن الطائر او الديك ده يبقى عنده قدرة ان هو يمارس العملية الجنسية دي، ان هو يكسر على فرخة عدد كبير جدا من المرات، لانه وكمان في المرة الواحدة بيبقى فيه عدد كبير من الحيوانات المنوية، بيصل الى 8 مليون حيوان منوي، لك ان تتخيل. وطبعا الفرخة بتحتفظ بالحيوانات المنوية دي علشان تفضل تلقح البيض كله اللي موجود لمدة اسبوع مثلا، وكمان يطول عن اسبوع، تمام. ويفضل طبعا التزاوج والتكسير في بداية اليوم، لان عدد الحيوانات المنوية في بداية اليوم بيكون اكبر من نهاية اليوم، الهرمونات بتبقى مختلفة. ممكن الديك الواحد يتزوج، تمام، ويكسر قد ايه، يكسر من 10 لـ30 مرة، وده بيتوقف على عدد الدجاجات وعدد المنافسين بتوع الديك، يعني الديوك اللي جنبيه. وطبعا مع تقدم التزاوج ومع مرور الوقت بينخفض حجم السائل المنوي وبتنخفض عدد الحيوانات المنوية. طيب الاخصاب بمنتهى البساطة انه الحيوان المنوي ده بيدخل عند البويضات بتاعة الفرخة والبيضة وهي بتتكون، فتاخد البذرة، تاخد حيوان منوي من الحيوانات يخصب البيضة، تكبر بعد كده تتكون بتاعتها القشرة بتاعتها، فالبيضة تتقفل بعد ما اتخصبت. طبعا مش بتتخصب بعد ما بتتكون البيضة، لا، يعني وهي بتتكون كده الحيوان المنوي بيدخل عليها يلقحها ويمشي بقى على كل عنقود البيض، كل بيضة كده في مرحلة معينة بيعدي عليها الحيوان المنوي يلقحها ويستنى بقية البيض، تمام. في عوامل مؤثرة على الخصوبة بشكل عام، عوامل مؤثرة على الخصوبة، في عوامل كتيرة مؤثرة على الخصوبة. يعني مثلا معاد التلقيح، التلقيح الأفضل بيكون لما قناة البيض بتبقى خالية من كل العوائق، تمام، اللي بتقف قدامها. لو الرحم فيه بيضة مكتملة التكوين بقشرتها الخارجية، تمام، بيكون ده عائق ضد الحيوانات المنوية زي ما قلت لك، تمام. الاطباء وجدوا ان افضل وقت للتخصيب هو في العاشرة صباحا، العاشرة صباحا ده افضل وقت للتخصيب والتكسير. طيب في عامل تاني مؤثر جدا على عملية التلقيح، عمر القطيع. بيبدأ الديك في التخصيب لما يبلغ 24 اسبوع. 24 اسبوع ده 3 شهور، لا 24 اسبوع لما تيجي تقسمها مثلا على 4 × 6 = 24، يعني 6 شهور، تمام. ده مش معناه ان هو ما بيكسرش بدري عن كده، لا، ده بقولك الميعاد الرسمي المتوسط لكل السلالات، انما فراخ البلد اللي احنا بنربيها في البيوت بتكسر على 3 شهور 4 شهور، يعني الموضوع بسيط خالص، تمام. ولما بترتفع معدلات الخصوبه طبعا ايه بتبدا تقل مع تقدم العمر لما بيكبر، بتقل كميه الخصوبه بعد الاسبوع 24، ده بسبب انخفاض عدد مرات التلقيح وانخفاض جوده الحيوان المنوي، تمام.
يعني لما يوصل ايه ل 24 اسبوع ويفضل فترة كده مش بيكسر مثلا، ما عندوش فراخ، ده بيخليه يتعب. تمام. طيب نسبة الذكور للإناث، علشان تتمكن من الحصول على بيض مخصب فلازم يكون في توافق بين نسبة الذكور ونسبة الإناث عشان الموضوع يتم صح، لأن يعني ده عامل مهم جدا. عدم توافق النسب بيؤدي إلى قلة في الخصوبة. الديك الواحد ممكن يلقح من 6 ل 8 دجاجات، ممكن يوصلوا ل 9 وممكن يوصلوا ل 10. يعني تواجد الديك مع 8 دجاجات بنحصل على بيض مخصب، كل البيض هيكون مخصب. ولما بيزيد عدد الفراخ عن 10 مثلا، تمام، عن 9 او 10، بيبدا يكون في بيض غير مخصب وما فيهوش بذره. حلو. يعني العدد المثالي 8، 9 ماشي، هنخش على 10 هيبدا بقى ايه، ممكن نلاقي بيضه في اليوم مثلا تكون مش مخصبه. فمهم جدا ان احنا نحافظ على نسبه الذكور الاناث عشان العمليه تتم بشكل سليم. برضو من الاهم العوامل الجويه والبيئيه، دي بتؤثر بشكل كبير على الخصوبه وبتؤثر بشكل كبير على عمليه التلقيح. خد بالك، درجه الحراره ودرجه الاضاءه بتتحكم في عمليه التلقيح. لما بترتفع درجه الحراره بيقل الطعام اللي بيتناوله الديك، وده بيقلل من حجم السائل المنوي وعدد الحيوانات المنويه. عشان كده تلاقيهم في الشتاء الخصوبه عندهم اعلى من الصيف، لان هم في الصيف بياكلوا اقل، مش محتاجين، عشان عندهم طاقه حراريه كده كده. فالاكل القليل ده معناه حيوانات منويه اقل، معناه تلقيح اقل، معناه ان انت ممكن تلاقي البيض مش مخصب بنفس النسبه بتاعت الشتاء. حلو. ارتفاع درجه الحراره بيؤدي الى الثقل في الحركه وفقدان الحيويه وقله النشاط، وده بيؤثر على الخصوبه. تمام. بتزداد طبعا خصوبه الدجاج وتزداد اعداد الحيوانات المنويه، وبيرتفع التلقيح مع زياده الاضاءه. النور بيساعدهم بشكل كبير على التلقيح وعلى التخصيب وكل الكلام ده. ففي عوامل كتيره بقى بتؤثر على موضوع التخصيب وان التلقيح والبيض يكون مخصب. ومن اهم العوامل دي التركيز على الاكلات اللي بتزود الخصوبه. الاكلات اللي بتزود الخصوبه على راسها الفيتامينات والاملاح المعدنيه، خضروات زي الجرجير، زي البصل، بروتين يكون بنسبة عالية في العلف. ان انت ما تسيبش يوم واحد من الايام يكون ما فيهوش خضروات. لازم الخضروات دي تكون متواجدة طول فترة التربية وطول الاسبوع وطول الايام كلها. كل يوم لازم يكون في خضروات علشان تساعد بشكل كبير انه يكون في خصوبة عند الديك. العملية كلها بتعتمد على الحالة برضو المزاجية والعصبية. لازم يكون برضو فيه هدوء، مفيش ازعاج ومفيش فئران ومفيش حشرات ومفيش قوارض، مفيش تعابين، مفيش حيوانات مفترسة، وبكده هتاخد افضل تلقيح من الطيور بتاعتك. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.